في نور نهاره وزحمته، في عز برده ودوشته كان الحصار. تقدر تقول معاد مكتوب لكنه عمره ما اتكتب، تقدر تقول وتعيد براحتك لكن تصدق اهو ده العجب. نفس المكان اللي ألفته وعرفت وصفه فجأة اختلف. مجنون وقال لي حييجي يوم وتبتسم، مجنون سمعته قال ايه جيوشهم راح تتهزم. مجنون غواني نزلت اجري ورا الاماني، واقول في بالي يمكن تصيب وننتصر. حاجات كتير بتدور في بالي لكنه عمره ما انشغل عن الحكاية، عن القضية والرواية. اصل الحكاية ملهاش بطل، ملهاش معاد، ملهاش سيناريو وخد وهاد. فيها اتحاد وموت ولاد وضرب نار ومدرعات وجيوش بتهرب من العباد لما انتفض من صوت قلوبهم أعلى الأهات. تسمع هتافهم يشق صدر الجلادين، كم ياما بكوا من عيون الأمهات. ساعات كتير فيها اللي عاش وفيها اللي مات، مكتوب أسامي كل الحضور في كتاب ما يكفي الذكريات.